بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله فيديو النهاردة من الفيديوهات الجميلة والممتعة جدا. موضوع فيديو النهاردة عن تدريب الحمام، ازاي بتدرب الحمام او ازاي تخلي الحمام ياخد عليك ويتعود عليك ويقف على ايدك زي كده، تحط على كتفك مثلا زي كده يقف ما يطيرش، ياكل من ايديك، تندهله يجيلك، الكلام ده كله ازاي بيتم. هقول لك اول حاجه ورقم واحد ان هو يكون زغلول صغير زي ده. ده يا جماعه زغلول فيينا، حمام الفيينا، حمامه موجوده عندي من الحمام النادر، تمام كده. فانا بعز الحمامه دي شويه، يعني انا بعز الحمام الفيينا ده شويه لان هو ملامحه جميله كده وتكحيله عينيه ووشه وتكحيله الريش بتاعته، تمام. اطراف الريش بتبقى مكحله بالشكل ده والديل بتاعه بيبقى فيه تكحيله بالشكل ده، فانا بحب شكل الحمامه دي. فهي حمامة من الحاجات الحنينة كده الرقيقة الصغيرة، فايه التعامل معاها بيكون حلو شوية. او ممكن تعود اي نوع حمام عليك، مش شرط برضو حمامة فيينا، يعني ممكن حمام زاجل عادي، ممكن حمام نفاق، حمام نمس، حمام بخارة، حمام شقلباص، حمام قرباش، اي نوع من انواع الحمام. حتى الحمام البلدي ممكن تدربه عليك وياخد عليك خالص ويبقى زي كده، تمام كده. طيب الموضوع بيبدأ من وهو زغلول صغير، وهو زغلول صغير ممكن انت تبدأ ان انت تتعامل معاه كتير، فهو بيتعود عليك رغم ان هو مع ابوه وامه. يعني انت مثلا ايه كل شويه او كل يوم مثلا بتطلع بتقعد تاكل حمام وتشرب الحمام، تاخد زغلول كده تبدا ايه ان انت تحس على جسم الزغلول شويه، تلعب الزغلول، الكلام ده كله، تمام. طبعا توقفه على ايدك كده شويه، توقفه على كتفك شويه، الكلام دوت بياخد عليك، هو بيعرفك تحط الزغلول على رجليك كده وانت قاعد، تفضل تحس على ظهر الزغلول على دماغ الزغلول بالشكل ده. فالزغلول دوت مع الوقت خلاص بيبدا ان هو يتعود عليك، ما يخافش منك، تمام كده. فمع الوقت ايه بيبدا ان هو يعرفك ويحبك وخلاص، في ثقه ما بينك وما بينه وحاسس بالامان من ناحيتك، مش حاسس ان انت بالنسبه له حاجه تخوفه، تمام كده. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت تاخد الزغلول وهو صغير وتبدا ان انت تاكله يدوي، تجيب له مثلا ميكس اللي هو التاكيل اليدوي بتاع الحمام او الطيور، وتبدا ان انت تاكله يدوي، فيبدا ان هو يتعود عليك ويبقى عارف ان انت اللي بتاكله، انت مصدر الاكل والشرب بالنسبه له، انت ابوه وامه، تمام كده. فبيبدا ان هو يتعود عليك ويستنى ان انت تطلع له، يعني يستنى ان هو يشوفك، يبقى مبسوط لما بيشوفك ويفرح لما بيشوفك، وتلاقيه ايه في اقبال عليك كده، ان انت اول ما تخش على الحمام تلاقي الحمامه ديت مستنياك او عايزه تجيلك، تمام. مع الوقت بتبدا ان هي تاخد عليك، وبرده تبدا ان انت لما تندهلها تجيلك، او لما تحطها على ايدك كده تقف، او تحطها على كتفك او على راسك تقف وما تسيبكش وتطير، تمام كده. فالموضوع بيبدا من ايه؟ من هو صغير يا جماعه. لازم يكون فرد حمام صغير، زغلول صغير. فاي نوع بقى من انواع الطيور، اي نوع من انواع الحيوانات بيتم ترويضها بالطريقه دي، بيتم تدريبها بالطريقه دي، اللي هو صغير بتبدا ان انت تاكله وتعلمه ازاي يقف على ايدك وازاي يقف على كتفك وازاي تندهله يجي لك، والكلام ده كله مع الوقت بياخد عليك وبيبقى انت بالنسبه له مصدر امان وثقه، تمام. وبيكون عنده جرأه اكتر على جميع الناس، يعني على اي حد يخش عنده او اي حد مثلا يندهله او الكلام ده، هتلاقيه مع الوقت بياخد على الناس كلها، وممكن ان انت تخليه يقف على كتف اي حد او على ايد اي حد او على دماغ اي حد عادي، لو هو اتعود ان هو ياخد الجرأة ديت على التعامل مع الناس، تمام. طيب زي ما قلنا كده، الزغلول في البداية بيكون لسه زغلول صغير زي كده، اتعود عليك، بتقعده على ايدك على رجلك على الكلام ده كله، وتقف على كتفك على راسك. فمع الوقت لما بيكبر ويبدأ ان هو يطير بيجيلك، يعني هو من نفسه لما تندهله كده او تصفر له او تعمل له اي صوت او تسمعه صوت الكلفة او توري له كلفة في ايدك بيجيلك، تمام. فاساس ان انت تعوده بالاكل في الاول، اساس ان انت تعوده ان هو يجيلك بالاكل، ان هو لما يكون جعان ويكون في ايدك اكل يجيلك. مع الوقت هو اتعود خلاص عليك وبقى شايف ان انت مصدر امان بالنسبه له ومصدر الاكل بالنسبه له، فحتى لو مش جعان هيجيلك، مع الوقت هيجيلك، لان ايه الطيور ديت هي مستأنسه، يعني بتحب الانسان. فمع الوقت هتبص ليه لما بتندهله يجيلك، ولو بتصفر له يجيلك. مع الوقت والاستمرار والكلام ده كله والثقه بينك وبينه هيجي عليه مراحل، ان هو لو بيطير في الجو وانت صفرت له او ندهت له او شافك ينزل لك، او ان انت ممكن بعد كده مع الوقت ان انت تبقى ماشي بيه في الشارع، تمام، وتطيره ويرجع لك، تمام. يعني كان في حد من اخواتنا صديق عز عليا يعني، فبتكلم معاه في الموضوع ده، قال لي والله انا عايش وحيد، يعني انا كنت عايش لوحدي ما معيش حد، هو مهاجر في دوله اوروبيه، تمام كده. فقال لي انا كنت عايش لوحدي ومعيش حد، فشفت ان كل الناس بتربي قطط وبتربي كلاب وبتربي حيوانات زي كده،
وبتكون هي ونيسة ليهم، يعني اي حد عايز حاجة تونسه فبيربي ايه قطط او كلاب او حاجات زي كده. فقال لي انا اخترت الحمام ان هو يكون ونيس ليا بدل الحاجات التانية لان انا بحب الحمام، وجربت ان انا اكون مختلف عن بقيه الناس واربي حاجة مختلفة عن بقيه الناس. فربى فرد حمام واحد، فبدأ ان هو يربيه. فرد الحمام برضو خد عليه واتدرب عليه والكلام ده كله، وبقى بيسمع كلامه بيندهله يجيله تمام. مع الوقت بقى ينزل بيه الشارع ويروح اماكن عامة ويطير فرد الحمام، وفرد الحمام يرجع له تاني ويقف على ايده ويقف على كتفه ويقف على راسه والكلام ده كله تمام كده يا جماعة. فشرط ان الطيور دي تكون لسه صغيرة، هتتدرب معاك وهتتعود عليك وهتبقى بتسمع كلامك وكل حاجة، بس بشرط ان انت ايه تربيها من هي صغيرة وتعودها عليك من وهي صغيرة. وطبعا انا كان عندي قبل كده زمان فرد حمام نفاخ كان اسمه الوحش، الناس القديمة اللي متابعاني كانت شافته. فرد الحمام دوت كنت بندهله بيجيلي او صفر له يجيلي ويقف على كتفي هنا تمام، او يقف على ايدي او يقف على راسي. فكنت عملت فيديو قبل كده عنه، فالناس قالت لي ايه، قالت لي لا ده انت كذاب، ده انت ماسك النتايه في ايدك الثانيه وهو بيجي عشان النتايه فبيقف على كتفك او يقف على راسك. فانا عملت لهم فيديو تاني وانا واقف قدام الكاميرا زي كده تمام، وجايب انا مثلا واقف في اتجاه وفرد الحمام واقف في الاتجاه التاني وانا واضح كده بالشكل ده، وبقيت انده لفرد الحمام كده، فرد الحمام يجي ويقف فين على كتفي تمام، وانا ايدي فاضيه ما فيهاش اي حاجه تمام كده، وانده واحطه تاني هناك واندهله يجي يقف على راسي ويقف على كتفي ويقف على ايدي والكلام ده كله. فطبعا انا عملت الفيديو ده وقتها عشان اثبت للناس ان انا مش بكذب عليكم، ان فعلا فرد الحمام متدرب ومتعود عليا وبيسمع كلامي وبندهله بيجي لي. بس طبعا فرد الحمام دوت بعدها بفتره مات، فالحمد لله يعني ربنا يعوض عليا، ومن اكتر الحمام اللي انا زعلت عليه لما مات. وانا من بعديها ما دربتش حمام تاني، او ما بقاش ليا طولة بال ان انا ادرب حمام تاني. فاحتمال يعني الفتره اللي جايه ان انا ادرب الزغلول ده، والزغلول دوت انا هسميه على اسم زغلول تاني كنت بفكر ان انا ادربه بس ما كملتش معاه. فان شاء الله الفتره اللي جايه انا هدرب الزغلول ده وهسميه سكر تمام كده. هو فعلا سكر، هو حاجه كده ايه من الحلويات اهو ما شاء الله تمام، وهادي يعني هو هادي. انا اخترت الزغلول ده عشان الزغلول ده لسه صغير وهادي تمام، يعني ايه قابل ان هو يتدرب. يعني بص كده الزغلول، تعالى اقف هنا، اقف هنا بص زغلول ايه، بص يا جماعه اهو اقف هنا اه بس بتخربش تمام كده. لف بس كده، تعالى ودينا وشك الناحيه دي، اقف كده اهو يا جماعه تمام. زغلول هادي، في زغاليل اصلا في السن ده ما بتكونش هاديه، في زغاليل في السن دوت تيجي تمد ايدك في السلاكه يفضل يجري وعايز يجري منك مش عايزك تمسكه والكلام ده. فالزغلول دوت هو ما شاء الله بطبيعته زغلول هادي وما فيش اي مشكله، فهو قابل ان هو يتدرب عادي. وده كده يا جماعه سنه كبير مش صغير، ده كده سنه مش صغير، ده كده عنده حوالي 20 يوم بس ايه، ممكن اكتر من 20 يوم كمان. بس هو الحمام الفين حجمه صغير، يعني ده ممكن قدامه مثلا اسبوع 10 ايام ويتفطم على كده اهو، قدامه اسبوع 10 ايام ويتفطم يبقى زغلول فطام تمام. فده ان شاء الله هحاول ان انا ادربه الفتره اللي جايه، نتفرج عليه ويبقى زغلول زي العسل كده، وندهله يجي لنا ويسمع الكلام ويطير هنا ويرجع تاني تمام كده. وطبعا الناس اللي بتتابعني حاجه جميله والله، حاجه ممتعه جدا، ابداوا في ان انتوا تختاروا زغلول تمام وسميه اسم معين، وابدا ان انت تتعامل معاه كتير وامسك الزغلول كتير، وابدا ان انت ايه تحس على ظهره كده على دماغه وتمسح على دماغه والكلام ده، وتخليه يحبك، اكله من ايدك اكله ببقك الكلام ده مفيش اي مشكله. والكائنات دي كائنات طاهره ونظيفه وما فيهاش اي مشاكل ولا اي ضرر ليك باذن الله، امراضهم مش معديه للانسان تمام كده. فما تقلقش خالص، تعامل معاها عادي خالص وكائن نظيف. وانا بالذات الزغلول دوت يعني حتى ايه الزرق بتاعه او الزبله بتاعته بتكون صغيره قد كده قد كده عشان هو حمامه صغنونه اساسا تمام. فحاجه نظيفه جدا، فابدا جرب وادعي لي هتستمتع بيها باذن الله بعد كده تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه، ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، ان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.